ده؟ ايه ده؟ جايب لكم زيارة. وليه تعمل نفسك كده؟ اهو هنعمل ايه بقى؟ بس شوية فاكهة يستاهلوا بقك. اي أيوة والله. رمضان؟ لا شوال. حلوة. وين عم عبد ده؟ جايب لكم زيارة. ايه؟ شوية يستفندي على شوية برتقال على شوية بلا عيش عشان علي تاكل عيش. من ابو 8 ساق. 8 ساق ايه؟ هو في حاجة ب 8 ساق الأيام دي؟ ده أقل حاجة ب 60 ساق. ربنا ما يحرمنا منك. يا جايب لنا ومحمل لنا وشايل لنا. ربنا يكتر من أهلنا.